السلام الله عليكم، موجز الأخبار من قناة من القاهرة، أهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات القمة العادية 30 للاتحاد الأفريقي، والتي ستعقد على مدار يومي 28 والتاسع والعشرين من يناير الجاري. ويتضمن نشاط الرئيس خلال القمة ترأسه اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي بحضور 14 دولة، وذلك في ضوء تولي مصر لرئاسة المجلس لشهر يناير الجاري. كما سيشارك في قمة ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا على هامش اجتماعات القمة، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات مع دولهم. أعلن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم أن لقاءه مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل تضمن بحث واستعراض الأجندة التشريعية المقدمة من الحكومة ويناقشها مجلس النواب، وذلك في لقاء بعد عودة إسماعيل لممارسة مهام عمله. وأوضح الوزير أن إسماعيل وجه بضرورة الانتهاء من كافة مشروعات القوانين الجديدة كقانون تنمية جنوب الصعيد والأكاديمية القضائية الجديدة في العاصمة الإدارية وما يتعلق بمنازعات الاستثمار في التحكيم الدولي. كما وجه رئيس الوزراء شريف إسماعيل بضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتحديث القوانين وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتفادي ما قد يطرأ من عقبات عند التطبيق العملي. أكد رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة الدكتور عماد كاظم استمرار إجراءات توقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى مساء غد الأحد. وقال كاظم إنه ليس هناك حتى الآن أي توجيهات أو تعليمات من الهيئة الوطنية للانتخابات بمد قبول طلبات الكشف الطبي أو تلقي التظلمات. يشار إلى أن المرشح المحتمل يمر بأربع عيادات، وهي الرمد والجراحة والباطنة والقلب والنفسية والعصبية والمخ والأعصاب، إلى جانب كشوفات أخرى. أفاد مراسل تن ببدء الاجتماع الطارئ للهيئة العليا لحزب الوفد بحضور رئيس الحزب السيد البدوي، ويناقش الاجتماع موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية والتصويت على ترشح السيد البدوي ممثلا للحزب في الانتخابات المقرر إجراؤها مارس القادم. يذكر أن رئيس الحزب البدوي قد تقدم أمس بأوراقه لإجراء الفحوصات الطبية في آخر الأيام التي حددتها الهيئة الوطنية العليا للانتخابات لتقديم أوراق الفحوصات. انطلقت مسيرة حاشدة في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة احتجاجا على القرارات الأمريكية الأخيرة ضد الفلسطينيين. المسيرة التي شهدت مشاركة الآلاف من وسط المخيم حتى شارع صلاح الدين، ورفع المشاركون العلم الفلسطيني وشعارات ضد القرارات الأمريكية الأخيرة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وقطع المساعدات المقدمة لوكالة الأونروا. كما ندد المشاركون بهذه القرارات واعتبروها ظالمة بحق الشعب الفلسطيني الذي تم تهجيره من أرضه ظلما وعدوانا. وطلب المحتجون بأن يقف العالم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني ودعم وكالة الأونروا. أعلنت الأمم المتحدة مشاركة مبعوثها لدى سوريا ستيفان دي مستورا في مؤتمر سوتشي المقرر عقده في سوريا الأسبوع الجاري. من جانبه أشار دي مستورا إلى أنه جرى إطلاع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على نتيجة المناقشات حول سوريا والتي انتهت في فيينا، وعليه اتخذ القرار بالموافقة على دعوة الحضور في سوتشي. توقع مسؤولان أمريكيان أن يطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعي في موازنة 2019 التي سيكشف عنها الشهر المقبل، ما يمثل زيادة قدرها 7% عن ميزانية 2018. ويشمل ذلك المبلغ الموازنة السنوية لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، وكذلك الإنفاق على الحروب الدائرة وصيانة الترسانة النووية للولايات المتحدة.
لقي ما لا يقل عن 63 شخصا مصرعهم، وأصيب 151 آخرون في انفجار سيارة ملغومة في العاصمة الأفغانية كابول في منطقة قريبة من الحي الذي يضم السفارات الأجنبية والمباني الحكومية بالمدينة. هذا وتبنى تنظيم طالبان الهجوم الإرهابي، وجاء هذا الانفجار بعد أسبوع واحد من هجوم دام لطالبان على فندق بالمدينة التي تشهد انفلاتا أمنيا كبيرا. ختام الموجة، السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.